هل تواجه صعوبة في تصدر نتائج البحث على موقع أمازون للمنتجات التي تبيعها على الموقع؟ إذا ابق معي حتى نهاية الفيديو لتتعرف على 5 عوامل حاسمة لتتصدر أول نتائج البحث لمنتجك. مرحبا، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست، محاضر ومستشار في مجال التجارة الإلكترونية. محرك البحث على موقع أمازون ذكي جدا، ولكن في النهاية هو روبوت، فإذا استخدمنا عقلنا وإبداعنا سنتغلب عليه. العامل الأول لتصدر نتائج البحث هو الدقة. عند تعريف عنوان صفحة المبيعات للمنتج والمصطلحات المخفية للصفحة الكيوردز، احرصوا على عمل بحث مصطلحات ملائم وصحيح للمنتج الذي تريدون بيعه. ولاحظ الكثير من التجار تعرف مصطلحات واسعة ليس لها علاقة بالمنتج او لها علاقة بعيدة جدا بالمنتج. محرك البحث يريد منا الدقة، لان هدف المحرك اظهار النتائج الدقيقة والصحيحة للمشتري. فاذا عرفنا مصطلحات واسعة وعامة سنظهر في النتائج لمشترين غير معنيين بالمنتج، وهذا سيعمل ضرر على تقييم الصفحة في نتائج البحث. عليكم أن تحرصوا بإيجاد مصطلحات مرتبطة بشكل مباشر للمنتج الذي تريدون بيعه. العامل الثاني هو مبيعات. عظمة موقع أمازون هو في تجميع المعلومات. لاحظوا أن موقع أمازون عبارة عن منصة تهتم بالمبيعات، هي تهتم بالمشتري من البداية حتى النهاية، البحث عن المنتج الملائم له حتى يصل المنتج لبيته. لذلك عامل المبيعات مهم جدا لمحرك البحث، وأي بيعة تحصل على صفحة المبيعات محرك البحث سيسجلها لديه ويقرر إظهار الصفحة حسب عدد المبيعات للمنتج أو المبيعات في الصفحة. لذلك احرصوا على عدد مبيعات كبير في بداية إعلانكم للمنتج لتتصدروا نتائج البحث. يمكنكم استعمال مواقع التخفيضات أو الكوبونات أو مجموعات الشراء الجماعية على مواقع التواصل الاجتماعي. العامل الثالث هو تقييم الحساب والصفحة. محرك البحث على موقع أمازون يهتم في تقييم حسابكم، كم عدد الريفيوز على متجركم، نسبة الرد على الرسائل على حسابكم، وصحة حسابكم بشكل عام، الاكاونت هيلث، رابط الاكاونت هيلث. ومن ناحية ثانية يطلع على تقييم الصفحة، كم عدد الريفيوز على الصفحة للمنتج، نسبة السي تي ار على الصفحة، اي نسبة النقر على الصفحة، كم عدد الاسئلة والاجوبة على الصفحة، الكيو اي، الكويستشن انسر، عدد المشاركات للصفحة خارج الموقع. جميع هذه العوامل للصفحة وللحساب الخاص بنا مهمة جدا، وتؤثر بشكل مباشر على تقييم الصفحة في نتائج البحث. لذلك عليكم العمل على تحسين العوامل بشكل مستمر للحفاظ على تقييمكم في صفحة نتائج البحث. العامل الرابع هو استعمال الإعلانات المروجة. برنامج الإعلانات المروجة على موقع أمازون يعمل تماما مثل برنامج الإعلانات على موقع جوجل، ويعمل بطريقة البي بي سي، Pay per click، أي مبني على المصطلحات التي نريد ترويجها. وأمازون سيأخذ مبلغ إذا نقر المتصفح في موقع الأمازون عن الإعلان المروج الذي ظهر في نتائج البحث. لذلك احرصوا على تعريف مصطلحات أساسية للمنتج ولها علاقة مباشرة للمنتج. نسبة نقر عالية على الإعلان سيظهر صفحتكم في الصدارة. العامل الخامس هو التوقيت. وما أعنيه، عليكم تخطيط الفترة التي تريدون تشغيل الإعلانات المروجة. عليكم معرفة في أي فترة منتجكم مطلوب أكثر والتركيز على هذه الفترة. أيضا وما أعني بالتوقيت ينطبق بخصوص الكمية المعرفة في صفحة مبيعاتكم. احرصوا على كمية كبيرة أن تكون معرفة في صفحة المبيعات. صفحات التي ينفذ الكمية منها كثيرا محرك البحث سيقيمها في آخر نتائج البحث بسبب نفاذ الكمية المستمر. فإذا لاحظتم اقتراب نفاذ الكمية في صفحتكم، عليكم التخطيط لإرسال كمية أخرى
لكي لا تنفاد الكمية. ابنوا برنامج ودائما راقبوا صفحات مبيعاتكم. كما لاحظنا، محرك البحث يركز على المصطلحات التي نعرفها في صفحة المبيعات أو في برنامج الإعلانات المروجة، ويركز على طريقة عملنا على الموقع. اتبعوا الخطوات التي شرحتها في الفيديو، وأنا متأكد أنكم ستلاحظوا نتائج ممتازة. أيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية إذا لم تشتركوا بالقناة بعد، والضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.